اوكي طيب دكتور، لما بكون رايحة علشان اعمل الزراعة، امتى الوقت الطبيعي اللي اقدر احط عليه الاسنان فوق الزرع اللي انا عملتها؟ وهل باكل عليها بصورة طبيعية زي اي حد طبيعي زي الاسنان الطبيعية، ولا بيكون في تحفظات شوية في موضوع الاكل؟ لا، موضوع الاكل عادي جدا، بتاكلي عليها كانها اسنانك الطبيعيه. بس اهم حاجه الناس تبقى عارفاها ان مش كل الناس لازم تستنى 3 و4 شهور علشان تركب على الزراعه. انا ممكن يدخل عندي من غير سنه يطلع بضرس، او من غير سنه يطلع بسنه، عادي على جدا حسب الحاله. على حسب الحاله. تمام. ولكن كل ما الحاله بقت كومبليكيتد، كل ما طولنا في الوقت شويه. بمعنى ما ينفعش نبقى عاملين استبعاد للحاجز الانفي وحاطين عظم وعاملين وعندنا سكر وفي مشكله في السيول وعندنا مشكلة في الكبد وعندنا كل المفارقات دي وهحط لود على الزرعة في نفس الدقيقة. لا، دوت مش لمصلحة، ده مش لمصلحة المريض. ده انا كده بزود الفيلير ريت، يعني انا بزود ان مشكلة ان الجسم يرفض الزرعة. تمام. زي بالظبط الحد اللي بيبني عمارة ولسه العمدان ما نشفتش وما اتحطتش ويبني فئة نرفع عليها 12 دور. لا، ما ينفعش. الاساس مش مظبوط. بالظبط، لازم الاساس يبقى كويس، ملتئم كويس مع العظم. ما فيش عندي اي مشاكل، بتابعها بالمقطعيه كل شويه وبشوف الحروف بتاعه الزرع والتئام الزرع مع العظم ازاي، واحمل بعد كده. لكن مش قاعده ان كل اللي هيزرع هيركب حاجه ثابته، لكن ممكن يحط حاجه متحركه، ممكن يحط حاجه ثابته مؤقته. يعني ممكن نحط لها اكتر من بلان، بس ببقى موضحه دي الفاينل، دي سنان الفاينل ولا مش سنان الفاينل.